تعالوا نشوف ايه هي مقادير اول وصفه، وهي عرق اللحمه المفرومه. عندي لحمه مفرومه، عندي كمان المشروم الفريش، عندنا بقدونس، بابريكا، الطماطم المبشوره، البصل المبشور، عندي ثوم مفروم، ريحان مجفف، زعتر مجفف، زيت زيتون، بقسماط، ملح، وهنحط كمان الباربيكيو ونقدمه مع البطاطس البيوريه. هجيب هنا كده اللحمة المفرومة، كده يلا هجيب كده، بنحط المقادير مع بعض كلها، الثوم، البابريكا، الأعشاب بتاعتنا، الأوريجانو والريحان، وإيه ببدأ كده، الملح والفلفل، والفلفل تتبيلة مهمة جدا علشان طعم يكون حلو وظابط. تخش الفرن بقى وإيه نشوف الجمال كله. شايفين الجمال والحلاوة، يلا بينا هدخلها الفرن بيطلع بالشكل الجميل ده. تعالوا بقى نغطيه بإيه، بالباربيكيو صوص بتاعنا أهو، هو متبل تتبيلة حلوة جدا. أنا بس بحط على وشه الباربيكيو صوص مجرد مسحة خفيفة جدا، لما بيتقطع أطرافه بتكون فيها الصوص الجميل بتاعنا، بيكون طعمه حلو قوي قوي.